الذكرى من ايه؟ اهلا بكم في حلقه جديده. معايا النهارده لعبه متهيألي جيل التسعينات بالذات هو اكتر جيل هيفتكرها، هي كانت لعبه كريزي تاكسي. طبعا اللعبه دي من الجيل الذهبي للالعاب، كانت موجوده في كل السايبرات تقريبا، بس هي اللعبه دي ظهرت قدامي وقلت لا لازم العبها، يعني رجعتني لذكريات جميله جدا. طبعا هنبدا كده نلعب، نختار البلد الاول. طبعا مفيش اي راي عربيات غير دي دلوقتي حاليا. حاضر حاضر، انا اسف. ذكريات يا جماعه، اللعبه دي ذكريات. طبعا كنت تلاقي اي سايبر كده تروحه، المفروض كنت اي سايبر نروحه زمان كان في مجموعه العاب كده اللي هو ايه معروفين، اللي هو مش عارف ايه تلاقيه كومبليشن كده مجموعه معروفه، كيرزي تاكسي وكلاب كلاو واللي هو الايس مش عارف ايه اللي كان بيقعد ينط دوت و حاجات كتيرة بقى. كونتر سترايك طبعا دي اساسي يعني، وايه كمان يا ابني، هلحق ولا مش هلحق؟ طبعا السواقة رديئة جدا، هلحق ان شاء الله. وسع يا ابني انت، هو متهيألي الجرافيك ده لو كان موجود أيام ما كنا بنلعب كيز تاكسي، متهيألي هي يعني حتى نفس البيوت ما اتغيرتش، يعني شكلها مألوف جدا. يلا بينا. اوكي دي ناخد 80 ثانية عشان يكون المكان بعيد شوية. اوه اوكي. ايه؟ الدورة انتهت. امسي صدق نجمة واحدة؟ ليه يا عم؟ طب ما انا اعمل ايه؟ انا ما اتأخرتش يعني. هنجرب البنت بقى المرة دي؟ ما فيش عربيات معاهم نضيفة طيب. يعني احنا ممكن ناخد المشوار النضيف اللي حاضر. بسرعة 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 بسرعة. ايه ده؟ والله شو اللي بينط؟ طب وده كمان بسرعة. هنجرب كده ننط على العربية دي بعد كده. بص ولا اوه لا، حلو الموضوع ده لذيذ. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده اللي كان بينط قدامنا ده. اللعبة اللي كانت جميلة برضو ايامها كانت مش فاكر كانت اسمها ايه بس مش عارف، كانت لعبه زي وحوش كده تقريبا او مش عارف اسمها ايه، كان متركب عليها صوت حد مصري عموما بيعمل مؤثرات الصوتيه بيقعد يصوت كده يقول لك خرش يا امه مش عارف ايه بالحقني. كانت مسخره اللعبه دي انا فاكرها. هلحق هلحق، فاضل 15 ثانية كده، انا متهيألي مش هلحق اعمل اي حاجة تاني، متهيألي كده خلاص يعني.
يعني لازم ينفذ. هلحق؟ فاضل 36 ثانية. يا رب الحق ده. هلحق. ايوه انت فين يا ابني؟ انت مكانك. بس مش هلحق متهيألي اعمل مشوار تاني بقى. خلاص بقى. شت. ناسف. الحق. خلاص بس كويس قوي. طلع عملت كويس المره دي. نجمتين بس ازاي يا جماعه؟ حذروا. كام؟ ما علينا. كويس. خد وقت متهيألي. ده احنا هنوصل البلد كلها دلوقتي. وتقريبا انا التاكسي الوحيد اللي شغال في العاصمه كلها. ده انت شكله حب الموضوع. اي خدعه. بص شفت النطه دي؟ اوكي مستشفى. يا عم السهم اثبت. نط. بس حلو موضوع النقطة ده. شمال. نط كده. نخش يمين شمال. بس انا اسف. اوكي شكرا. يلا يا باشا. ده ايه ده؟ ده الاشاره. ما ملكت في الهواء كده. فكرتها حاجه تانية. يا جدع يا عم كنت تمشيهم. ده انت زبون. ايه مش انت جيت عملت ايه انا بقى؟ مش فاهم يعني. في لعبه انا لعبها قريب جديده في القناه اللي هي بتاعت هاوس اوف اشز اللي هي زي ليتل هوب اللي لسه مخلصينها. الجزء الجديد نزل بتاعها فباذن الله خلال اليومين هبدا انزل اجزاء منها لان انا بحب النوع ده من الالعاب. يلا مش انا واقف جنبك. ما ينفعش ناخد اتنين ولا حاجه مع بعض. نفس الكلام برضه. يا خراشي يعني غيروا شويه في الحوارات يعني مش كده يعني كبروا اللعبه 50 ميجا كمان يعني 50 ميجا هي اللعبه اصلا 450 ميجا يعني كبروا 50 ميجا في اللعبه وزودوا الحوارات شويه مش كده يعني. بس فوت وورك. بس اركع اللي بعده. دفع كام ده؟ فين حد كان بينادي؟ حاضر يا باشا. ده جديد ده اول مره اركبه. اوكي ماشي حاضر. ايه طل
اوه انا اسف انا اسف يا باشا انا اسف انا اسف I like NYC before it was cool. Kid, I'm pretty sure that would make you 500 years old. اهو يا عم لا ولا ادفع اجره يلا يلا حرام فدان برضه برضه نفس الكلام ده انتوا بلد رخمه كلكم كلكم بس راكمين بس كده بس كده يا جماعه ده كان فيديو خفيف كده يعني استرجعنا لذكريات اللعبه الجميله اللعبه طبعا متاحه للتحميل ببلاش خالص يعني لو حد عاوز يحملها بس اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي مع السلامه